معنا من أبو ظبي السيد محمود أبو عساكر، المسؤول الإعلامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. سيد محمود، أهلا وسهلا بك معنا. إذا كان الحديث عن عودة اللاجئين إلى سوريا مبكر جدا بسبب استمرار سوء الأوضاع الأمنية، ما الجديد الذي سيقدم إذا للاجئين لتحسين أوضاعهم المعيشية ما دام بقائهم في مخيماتهم يبدو أنه سيطول؟ مساء الخير لك ولجميع المستمعين. يعني هذا ما قلناه خلال بيان الصحفي الذي أصدرناه بالأمس. هذه الأزمة تدخل الآن عامها الثامن، وهذا شيء محزن ومؤسف جدا. أنا أتحدث على أكثر من 5 ملايين شخص ما زالوا في دول الجوار لاجئين وقد نفدت ممتلكاتهم بالكامل. هذا نداء موجه للمجتمع الدولي أن يمارس الضغوط الكافية على جميع الأطراف في داخل سوريا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتوصل إلى السلام، ينهي هذه الحرب الدموية التي هجرت نصف المجتمع الشعب السوري. الآن ما يقارب من 7 ملايين شخص في داخل سوريا نازح بحاجة لمساعدة إنسانية، وأكثر من 5 ملايين لاجئ. كفى، هذا النداء هو أن كل المجتمع الدولي كفى، ونحن يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من أجل تمارس الضغوط الكافية لوقف إطلاق النار وللتوصل إلى السلام ينهي هذه المعاناة. نعم، الوضع في داخل سوريا من وجهة نظر المفوضية ما زال غير موائم على الإطلاق لعودة أي لاجئ سوري. طيب. سوريا، لأن العودة تتطلب حماية وأن تكون هناك العوامل التي تساعد على عودة هؤلاء الأشخاص متوفرة على الأرض. في الوقت الراهن العوامل هذه غير متوفرة. طيب، أنت حدثنا عن الأطفال من اللاجئين سيد محمود. الكل يعلم أن الوضع التعليمي والصحي والتربوي صعب جدا لديهم، هل من مستجدات للارتقاء بهذا الوضع الصعب؟ المستجدات محزنة جدا. إذا كان الطفل الذي خرج من سوريا كان عمره سنة والآن عمره 8 سنوات، هذا الطفل خارج مقاعد دراسة، ما هو محزن؟ أكثر من نصف الشعب السوري، أكثر من الطلاب أو الأطفال في سن الدراسة هم خارج مقاعد دراسة. في السابق كنا نتحدث عن جيل مهدد بالضياع، الآن أمام جيل ضائع. 7 سنوات مرت، نصف الأطفال ممن هم في عمر الدراسة خارج مقاعد دراسة. ما هو مستقبل هؤلاء الأطفال؟ ما هو مستقبلهم؟ هذا يشكل تهديد. نحن نريد أطفال أن يبنوا سوريا، نريد أطفال أن يتعلموا لكي يكونوا يعني لبنة بناء لمجتمعهم ولدولتهم. طيب سيد محمود، إذا كان هذا وضعهم، هم جيل ضائع خارج مقاعد الدراسة، ما الذي قدمتموه إذن للأطفال؟ قدمنا الكثير، نحن والمفوضية وباقي المنظمات الدولية. التحدي الكبير هو المساعدات المتوفرة لدينا لا تكفي لكي نصل كل طفل إلى مقعد دراسته. هذا يتطلب مواصلات ويتطلب يعني رسوم مدرسية ويتطلب حقائب مدرسية، إضافة إلى ذلك الدخل الأسري. كثير من هؤلاء الأطفال أصبحوا معيلين لأسرهم، وهؤلاء الأطفال هم من يبحثون عن العمل. أكون يعني مؤلم جدا أن يكون طفل في سن 14 قد تحمل المسؤولية مبكرا وأصبح يبحث عن فرصة عمل ليوجد لقمة العيش لأسرته. هذا الطفل لا يحتاج إلى أن يدرس، هو يحتاج أن يوفر لقمة العيش. نحن نريد أن الطفل هذا يعود إلى بلده لكي يتعلم. طيب. ونريد أن نوفر لقمة العيش لأسرته لكي لا يبحث هذا الطفل عن عمل. هذا هو المؤلم في الواقع الحال. بعد 7 سنوات مدخرات هذه الأسر قد نفدت بالكامل، وهم أصبحوا يبحثون عن أي فرصة. نعم. لأجل إيجاد الدخل ولقمة العيش لهم ولأسرهم. سيد محمود، قضية اللاجئين السوريين الغير مسجلين سواء كانوا في لبنان أو خارجها، لماذا حتى الآن لم يسجلوا وما الصعوبات التي تضاف على كاهلهم في حال عدم تسجيلهم كلاجئين؟ يعني هذا التحدي موجود حسب القوانين التي تخضع لها الدولة. الدول التي يتواجد بها اللاجئون هم يخضعون لقوانينها، ونحن نعمل جمع الحكومات مع لبنان ومع الأردن ومصر ومع باقي الدول، وهناك تقدم كبير حصل في هذا الملف. عدد الأطفال المواليد الغير مسجلين قد انخفض من 55% إلى 3.5% ما بين عام 2012 إلى عام 2017، هذا تقدم كبير، ولكن ما زال هناك الجهود يعني معقودة من أجل العمل على تغيير القوانين. يحتاج إلى جلسات برلمانية ويحتاج إلى دستور يجب أن يمرر، ولكن نقول أن هناك تحسن كبير حصل في هذا الملف، ونحن نأمل أن ينتهي هذا الملف بالكامل، أن يكون من حق كل طفل يولد أن يتمتع بشهادة ميلاده وأوراق ثبوتية تمكنه من يكون يثبت إنسانيته. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي السيد محمود أبو عساكر،
المسؤول الإعلامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.